اللهم لله الحمد. خضعت بلدة صدد في ريف حمص الجنوبي بعد تحريرها من قبل كتائب الثوار إلى عمليات سلب ونهب، لا سيما بعد خروج المدنيين منها. وقد توزع اللصوص الذين قاموا بالسرقة في العديد من قرى وبلدات القلمون وريف حمص. انسرق مسروقات بصدد كثيرين، سيارات كثيرين، انسرق لي سيارة فاوشالي الصيني. كتائب من الجيش الحر بالتعاون مع محكمة قارة والمجلس العسكري في ذات المدينة ساهموا في القبض على السارقين وإعادة الممتلكات إلى أصحابها. بعد إعلام المحكمة وعلمها بهذه الحالات التي تمت، تم تشكيل دوريات من القوات الثورية المتعددة في البلدة من المحكمة والمجلس العسكري والمجالس الأخرى والكتائب الثورية، ورصد الطريق الذي يسلكه هؤلاء السارقين والقبض عليهم ومصادرة وحجز كافة المسروقات التي كانت معهم. وتم وضع الآليات في مرآب ومستودعات خاصة بالمحكمة لحين تعرف أصحابها عليها. وعند مراجعة أي شخص من أهالي صدد أو غيرها والتعرف على أي جزء أو آلية من ممتلكاتهم، يتم توثيق ذلك بشكل رسمي في المحكمة وتسليم المسروقات لأصحابها، وذلك عبر لجنة مشتركة من مطرانية صدد وكنيسة قارة والهيئات الرسمية الثورية في بلدة قارة. وسائل إعلام النظام قالت إن لجانا شعبية في منطقة القلمون هي من أعادت المسروقات إلى مستحقها. ولدحض هذه الادعاءات قابلنا عددا من أهالي بلدة صدد الذين استرجعوا مسروقاتهم عن طريق المحكمة. والله المحكمة الشرعية بيقرأ السيارة استرجعتها بنت الجيش الفرجي تعقرأ. الأهالي الذين استعادوا ممتلكاتهم أكدوا أن ذلك تم عن طريق المحكمة والثوار وأن ذلك تم بدون أي مقابل. هلا أكثر شيء هيئتكم أنتم هون، هيئة المحكمة تبع أهل آراء، وفي شباب كتير ساعدتنا من شباب آراء ما دقوا لنا هلكونا. في أي حدا يعني طلب منكم مقابل مادي للعمل هذا؟ خطباء الجمعة أكدوا بدورهم على حرمة أموال المدنيين وممتلكاتهم مهما كانت معتقداتهم أو طائفتهم. عن موضوع الذين لم يؤذوننا، الذين هم يسمون في قرآننا وفي ديننا أهل الذمة، الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم في آيات سابقة قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أكله مقلا.